صباحكم الله بالخير مشاهد الكرام، وحياكم الله وبرنامج أحلى الليالي. أنا أقول وليلة من أحلى الليالي دائما إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل. يؤكد ذلك حقيقة ما يسعدنا الحظ باستضافة حقيقة نجوم في رياضتنا بشكل عام، وهم اللي يثرون حقيقة هذه الحلقات وهذه البرامج بشكل عام. وأكيد ما في شك هذا البرنامج بشكل خاص يعتمد أولا وأخيرا حقيقة على نجوم الرياضة بشكل خاص. فالتحية والتقدير باسمكم إلى ضيوف هذه الحلقة والكابتن مسلم سويد، بعد مساك الله بالخير ومبارك عليك الشهر وكل عام وانت بخير. مساك الله بالخير أبو مشعل، بداية طبعا أحييك وحي المشاهدين وحي أخوي أبو فيصل، وأقول لكم مبارك عليكم الشهر وعساكم من عوادة إن شاء الله. الله يجزيك خير. وانت قدمت خالد الشمري، المفروض أن أقدمه يا آسف يا أبو عذبي، يعني دائما سوي لنا بلنتيات ما أدري ما حد قال لي الله يحييك. كذلك حقيقة أبو فيصل خالد الشمري مساك الله بالخير أو صبحك الله بالخير، ونكرر لك التهنئة بحلو شهر مبارك. نقبل الله منا سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامك وقيامك. أولا صبحكم الله بالخير على جميع المشاهدين، ونبارك في هذا الشهر الفضيل. أمانة نقول نبارك للقيادة السياسية على رأسها حضرة صاحب السمو ورئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي كافة أمانة في هذه الأيام الفضيلة. أبو مشعل أنت قلت نجوم، أنا بس أضيف كلمة يعني أبو مشعل على موضوع إنه لما يحضر القمر اللي هو أنت فالنجوم تكون حواليه. فللأمانة إحنا يعني نتشرف فيك للأمانة ونعتز فيك، وأنت تاريخ يعني أمانة. أنا بقول الكلام هذا لأن هذا الكلام في قلبي من زمان، فالواحد يفخر إنه يكون معك على الهواء. طبعا في وجود أخوي أبو عذبي أيضا الكابتن الكبير، أنا كلي فخر أكون معكم. الله يجزيك خير. وأنا حقيقة فضل الله ان الله سبحانه وتعالى حباني في امور كثيره في حياتي، امور في حياتي الاسريه. الله سبحانه وتعالى رزقني الحمد لله اسره كريمه في عيال وفي ام مشعل، واسره من فضل الله سبحانه وتعالى حبانا في كثير من الامور، حباني في حقيقه في العلاقه التي تربطني فيكم كرياضيين، تربطني في المشاهدين، تربطني في الاخوه المسؤولين حقيقه في وزاره الاعلام وتحديدا في تلفزيون دولة الكويت. عندما تحل لي الفرصة حقيقة أني ألتقي في أمثالكم والكثير من إخواني حقيقة الرياضيين من خلال أحاديثنا نستذكر أمور كثيرة حقيقة، نحط أحيانا النقاط على الحروف، أحيانا نثير جدل في أمور يجب أن تثار. وهذا لا يمكن أن يحدث مني أنا كمقدم برنامج محمد المسن أو أيضا مقدمين آخرين إن لم يكن هناك أيضا نجوم هم حقيقة اللي يثرون هذا الحديث. طالما حقيقة ونحن في هذا الشهر الفضيل، من فضل الله سبحانه وتعالى كمجتمع كويتي، أنا أقول العلاقة الاجتماعية التي تربطنا بشكل عام، أنا بتكلم عن مثلا عملية التهنئة في شهر رمضان وتزاورنا إلى الدواوين. يعني أنا واحد من الناس مثلي طبعا الآلاف مؤلفة وكل أعتقد كل واحد، يعني أنا اليوم فضل الله سبحانه وتعالى ذهبت إلى منطقة شرق ودواوين شرق، ديوان الشملان ثم ديوان الروضان ثم ديوان الملة، هذه الديوان الرئيسية في منطقة الشرق. ما تربطنا في هذه العلاقات يعني هذه أسس مجتمع أعتقد يحرص عليها الكويت. دواوين في كل، أنا متأكد أنت وعذبي والآخرين كل المجتمع الكويتي يذهبون من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها للتهنئة بهذا الشهر الفضيل. وهذه عندما حبان الله سبحانه وتعالى في هذا الدين الزين اللي ميزنا فيه حقيقة عن جميع الأديان وعن جميع البشرية من خلال هذا الدين، عندما نزل القرآن، عندما شرع لنا حياتنا بشكل عام ومنها الصيام، هذه أمور يجب أن نفخر فيها كأمة عربية كأمة إسلامية. وفي نفس الوقت أنا أقول علينا أن نفخر إحنا ككويتيين كمجتمع الكويتي هذه العلاقة اللي تربطنا الآن. عندما أراك في خالد في كذا ديوانية، أرى أبو عذبي وآخرين في كذا ديوانية، بود أن تحدث عن هذا الجانب المهم في حياتنا، العلاقات الأسرية في هذا الشهر الفضيل، التزاور فيما بيننا. ودي أتكلم قبل لا ندخل الحقيقة والحديث عن
ما هو مطروح المعدين تاركنا لنا، فنستأذن الإخوان المعدين للحديث عن هذا الجانب المهم به. ومش طبعا الديوانية شيء أساسي بحياتنا، يعني ما تقدر أنت تستغني عنها، لازم بتزور ربعك، بتزور حبايبك، بتزور كذا ديوانية. في بعض المرات باليوم الواحد ممكن تزور ديوانيتين أو ثلاث، توجب الناس، وهذا هذا اللي احنا تعودنا يعني وتعلمناه، تعلمنا حتى من اهلنا، تعلمنا حتى من اللي اكبر منا سنا، ان الديوانيه يعني شيء ضروري في حياتنا، ما تقدر انها تستغني عنها. تجتمع، تتكلم، اللي يتكلم بالرياضه، اللي يتكلم بالسياسه، اللي يتكلم بالاقتصاد، كل واحد يتكلم في مجاله، كل واحد يتكلم في 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 وظيفته. بالنهايه تشوف هذه المجموعه يتجمعون يمكن بالاسبوع 3 مرات أو 4 مرات يتشاوفهم. فمثل ما قلت لك بمشعل، هذه الديوانية شيء أساسي في حياتنا، ما نقدر نستغني إحنا عنها. عملية التبادل التهاني في مثل هذا الشرف كابتن خالد، يعني يعني أنا متأكد يعني لك علاقات في كذا كذا منطقة في الكويت، أنا لي علاقات في كذا منطقة بعد بكذا، والآخر كل المجتمع الكويتي، ونحرص كل الحرص على الذهاب إلى هذا المكان أو هذا الديوان للتهنئة. بتكلم عن هذا الجانب بالنسبة لي. عمو مشعل، رمضان طبعاً مناسبة دينية ما في شك، لكن أيضاً يمكن بالكويت خصوصية رمضان أنها تكون مناسبة اجتماعية، ونبذ الخلافات فيما بين المجتمع الكويتي كافة. للأمانة اللي قاعد نشوفها من خلال تزاورنا وروحاتنا وحضور الدواوين اللي نشوفها، يعني كثير من الناس يمكن تكون انت مختلف معاه في امر معين، لكن في رمضان مثل ما يقولون طاح الحطب، خلاص تبدي التهنئه وتبدي الاستقبالات. واليوم احنا عندنا يمكن في تميز في في يمكن الفتره الاخيره بدات يعني كذا ديوانيه، انا من غير ما اذكر اسمائهم، كذا ديوانيه بدات تستقطب خاصه الرياضيين. يمكن انت مش اللي يشوفك يعني كذا ديوانيه وتشوفني في كذا ديوانيه، فتشوف يعني تروح الديوانيه الفلانيه تلقى مجموعه من الرياضيين، طبعا على جميع الاجيال اللي كانت موجوده، قدم، سله، طائره، يد، يعني من الستينات الى اليوم، يمكن الله يطول بعمر الموجود والله يرحم اللي توفى، لكن الموجودين حاليا قاعد يشاوف وتستذكر فيها الامر هذا. فهذه مناسبه فعلا مثل ما قلتها، اليوم رمضان يمكن ما يحدث في رمضان يعني ما تشوفه في باقي الاشهر، يعني من خاصة لما يكون الجو روحاني وصفاء بالقلوب والتزام ديني أكثر في هذه الأيام، فتلقى النفوس مطمئنة والعالم يعني بالعكس تحرص على أن يكون هناك في صلة رحم ما بين الأهل وبين الأصدقاء. أكيد، ودعا ذلك يعني حتى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح وأسرة الصباح الكريمة، عادة يعني من خيرة العادات الالتقاء بالشعب في هذا الشهر الفضيل أنهم يستقبلون المهنئين على يومين متتاليين ساعتين في اليوم، وهذه أعتقد عندما تمر أنت عند سمو الأمير وتسلم عليه وتباركه، تمر على بقية أفراد الأسرة، هم جزء منك وأنت جزء منهم، وهذه ترى أيضا هذه أمور نختص فيها إحنا شعب الكويت ونظام الكويت، نختص في هذا الأمر، وهذا اللي يعني يجب أن نؤكد على أهمية هذه الأمور. عندما يعني هذه عادة عندنا، هذه عادتنا، نعم، هاي من عاداتنا أن تسلم على القيادة السيادية، وتحرص أن تروح أن تسلم عليهم في هذا اليوم. في شغلة مهمة أبو مشعل، أصحاب الديوان حتى لو ما يكون موجود تلقى ديوانه مفتوح، يعني على طول حتى لو الشخص ما هو موجود بس ديوانه مفتوح يستقبل ضيوفه ويستقبلها. فهذه عادة احنا مثل ما تفضلت ان احنا نمتاز فيها، فان شاء الله هذه العادة ما تنقطع ان شاء الله يا رب العالمين، ويكون مردودها كذا ما في شك مردود طيب علينا ان شاء الله دائما وابدا. في نقطة عمو مشعل، انا مقطع كلامك، في نقطة يمكن احنا تقريبا الدولة الوحيدة يمكن خلينا نقول على مستوى الخليج اللي نتمنى لهم دائما كل خير اخواننا في الخليج، يعني لكن احنا يمكن مميزين في هذه في هذا الامر،
ان العلاقه الاجتماعيه ما بين الحاكم والمحكوم يعني علاقه جدا طبيعيه وجدا يعني مرنه. نعم. يعني اليوم انت ذكرت ان اليوم الاسره طبعا على راسهم سمو الامير الشيخ مشعل يعني الله يطول بعمره، ان التواصل والود اللي بينه وما بين الشعب. انت اليوم استقبلك مثلا في يومين او استقبل مثلا الشعب الكويتي في يومين، لكن ما بعد اليومين راح تلقى في زيارات في الدواوين، يعني يروحوا ما هي قضيه يومين وانتهى الامر، لا راح هم نفسهم يقول يعني سمو الامير ممكن يروح على الدواوين ويزورهم. فهذا ما يميز احنا يعني الشعب الكويتي، ان العلاقه بينه وبين الحاكم هي علاقه جدا جدا يعني فيها ود وفيها حب وفيها احترام. اللي نتمنى الله سبحانه وتعالى ان الله يغير علينا يعني في هذا الامر، ونتمنى دائما ان لوطننا الكويت دائما الرقي والازدهار يا رب العالمين. ويبقى حي الحديث مش على الكرم مع هؤلاء النجوم ابو عذبي او خالد شمري، حقيقه يبقى شيق ذكريات طيبه اكيد ما في شك. تاريخ يوسف سويد ترى تاريخ ليس بالساحل، نجم من نجوم الكويت، أنا أقول نجم من النجوم، صحتي خالد الشمري كذلك صاروا وجهلوا على مستوى ناديهم نادي كاظمة أو على مستوى أيضا المنتخب، كله مثلوا منتخب الكويت، وبالتالي حديثنا راح يكون مفتوح وأكيد راح ينصب يمكن على نادي كاظمة. لكن أنا قبل لا أدش بنادي كاظمة بدش في موضوع الدوري، نظام الدوري الآن شو اللي قاعد يحصل فيه؟ هذا النظام شنو مردود اللي شايفينه؟ يعني هل من صالح الكرة؟ هل سيرتقي؟ خلونا نكون واقعيين، أنا بطرح هذا الأمر، خلونا من نادي كاظمة، الذكريات حلوة في هذا الشهر، لكن بوجودكم أنتم وأنا عارف أنتم لكم آراء صريحة وعندكم شجاعة أدبية تقولون كل ما في خاطركم، وهذا حقنا ما نعيش احنا في الكويت بعد الحرية والديمقراطية. لا شوف سؤال على راحتكم دور، لا أوجه لا أي سؤال، أنا تركت لكم الآن المفتاح. أبو مشعل إذا بنتكلم عن النظام الدوري برأيي أنا أتكلم، يعني أنا أشوف النظام السابق أنا عندي أفضل، اللي هو اللي قسمين، سواء قسمين او اذا انت تفكر ان تلعب مباريات اكثر خلى ثلاث اقسام اذا تبي تلعب، او حاط في بالك ان انا والله بلعب مباريات كثيره خلى ثلاث اقسام بدون هذا النظام اللي الحين ماشيين عليه. النظام اللي الحين انا بتكلم عن الاربع فرق اللي يلعبون بروحهم، شنو الفائده من هذه الاربع فرق؟ انت مثلا خلني اعطيك مثل على كاظمة، الحين كاظمة راح يلعب مع أربع الفرق، عنده 20 نقطة، عنده 20 نقطة يعني يمكن يعادل خلينا نقول أكثر من أو يعادل أو جريب على السادس أو أو اللي من ضمن الستة، فماكو فائدة يعني لو يفوز مباراتين خلاص راح يتأهل للسادس. فإذا أنت تبي تسوي حماس أكثر هذول الأربعة خلينا يصير لهم مثل ما تقول دوري بروحهم، تصفر ما في نادي ياخذ النقاط معاه. هو النظام هذا راح يكون ياخذ نقاطه معاه؟ اي اي الحين كامل لما يلعب مع الرابع عنده 20 نقطة. فما سويت شيء. وين بيوصل بال 20 نقطة؟ ايش اقول لك كان يعني هل في مجال له يعني انه ينافس؟ يعني بينه وبين الرابع يمكن ثلاث نقاط. بينه وبين الرابع اللي من الستة. من الستة. ثلاث نقاط. فأنت إذا تبي تسوي حماس أكثر وكذا هذول الأربعة خلهم مثلا مميزين، خلهم اصفار، واللي يفوز واللي هذا تعطيه اي تعطيه مكافاه تعطيه ايش. بس بهذا النظام ما سويت انت شيء ولا طورت اصلا الرياضه في هذا النظام. ترى الحماس اللي قاعد نشوفه في مباراتين مثلا القادسيه والعربي، الكويت والقادسيه، اكثر المباريات هذه تكون فيها حماس. شوف المباريات الثانيه اللي النتيجه تطلع سبعه والنتيجة تطلع ستة والنتيجة تطلع خمسة، ما طورت أنت بالرياضة. ترى الحماس يطلع على مباراتين اللي فيها الجماهيرية أكثر. فأنا برأيي لو نرجع للنظام السابق الثلاث أقسام أنا أشوفه أحسن،
ويمكن يعطي حماس اكثر بعد. ابو فيصل والله انا ايد كلام اخوي ابو عذبي، موضوع ان اليوم خلينا نتكلم على موضوع السته الكبار اللي هم او السته اللي فوق يعني اللي راح يلعبون على بطوله الدوري. اليوم الكويت والعربي والقادسيه مجموع نقاطهم كل واحد كل فريق معاه يعني 43 نقطه تقريبا. الفريق اللي بالمركز الرابع والخامس والسادس 24، الجاب اللي بين الرابع والاول 20 نقطه تقريبا. وانت راح تلعب بين الاول والرابع 20 نقطه تقريبا. وانت راح تلعب عدد المباريات راح يلعبون تقريبا 10 مباريات. 10 مباريات. هذا في حال اذا فزت، خاصه الفريق اليوم احنا اليوم خلينا نتكلم مباراه القادسيه والسالميه. خسر نادي السالميه اليوم بنسبة 99.9 إذا مو 100% خلاص انتهى أمله بالنسبة للدوري. شنو طموحه خلال الفترة القادمة؟ ما راح ياخذ دوري وبنفس الوقت ما راح يطيح درجة تحت. مبارياته تصير تحصيل حاصل يعني. تحصيل حاصل. فبالتالي أنت قتلت المتعة اللي تتكلم عنها وتقول مثلا أنا كان الأفضل، كان الأفضل بس ربعنا الله يهديهم ما يسمعون، كان الأفضل أنك أنت تسوي يعني ستة وأربعة ما اختلفنا، لكن تصفر العداد او انك تعطي يعني ك بونص حافظ. بونص خلي يكون حق الاول 4 نقاط والثاني 3 نقاط، على الاقل يكون الفرق بين الاول والسادس قريب، لان بالنهايه اليوم يعني الفرق هذه اللي من الرابع والخامس والسادس شغلها شاغل، اول شيء ما راح تطيح درجه ثانيه او درجه اولى، وبنفس الوقت ما راح تاخذ دوري. فبالتالي الالتزام باللاعبين في الانديه، التزام بالمباريات راح يقل، كله راح يقل، يعني هذا راح يأثر حتى على مستوى الدوري، حتى الحافز اي ما في حافز. فبالتالي كان الافضل مثل ما قال اخوي ابو عبد 3 أقسام تلعب وتخلي على الاقل الامر يكون متوازن، او انك انت تصفر العداد بالنسبه حق الفرق هذه السته يعني يكون النقاط متقاربه، وراح تشوف سنه من السنين ترى احنا لعبنا يمكن النظام هذا بس بطريقه اخرى. احنا اذكر يمكن يذكر اخوي ابو عذبي لعبنا احنا الدوري التمهيدي، كان يسمونه الدوري التمهيدي في اعتقد سنه يمكن اي موسم 86 85 86. دوري التمهيدي كل الفرق دمج بعدين انفصلوا 7 فرق وسبع فرق لعبوا درجه اولى وسبع فرق لعبوا درجه ثانيه اللي هو الحين دوري ممتاز ودوري الدرجه الاولى. احنا اذكر يوم لعبنا نادي كامل في ذاك الدوري طلعنا المركز السابع، يمكن يذكر اخوي بعد السابع في الدوري التمهيدي. يوم لعبنا الدوري الثاني اللي هو القسم مع الفرق المقدمة نعم. خذينا الدوري ليش؟ لان الفرق السبعة صعدت لكن ما اخذت ولا نقطة معاها. يوم لعبنا المرحلة الثانية طلعنا الاول بالدوري، لو كنا مطبقين هذا الامر مستحيل ناخذ الدوري، لكن صار في حافز صار في دافع ان الفرق اللي الفريق السابع صار له امل وخذينا فعلا الدوري. فيا ريت كانوا مطبقين الامر هذا، فانا ما ادري يمكن وجهه نظر يعني شنو مردوده الان مثلا؟ هل اكتشفنا شيء جديد في 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 من خلال عدد هذه المباريات؟ هل هناك الانديه بمعنى دفعت بمجموعه من الناشئين ولا شنو؟ ما ادري، ترى ما تطور مستوى الانديه، ترى مش نفس الشيء الموسم اللي طاف نفس لا نزال نعتمد على المحترفين؟ اي اكيد، هذا اللي مبين ومبين تشوف مستوانا حتى على مستوى المنتخب. ليش انا اجيب او اوافق على 5 محترفين؟ وين اللاعب الكويتي؟ وين اللاعب المحلي؟ انا احتاجه في المنتخب، بس اغلب الانديه كانت تفكر في النادي، اني انا ابي بطوله هذا واحد، اثنين اني انا ما اطيح درجه اولى، احافظ على مركزي في الممتاز، بس ما في تفكير للمنتخب. شوف انت الحين منتخبنا كم مهاجم عندنا ابو مشعل؟ ما في الا شبيب الخالدي، لا راح يصير الضغط عليه، ويوم تعور او شبيب صار له ظرف ما في، اخترت منه مكانه يوسف ناصر اللي كان مستبعد من المنتخب وعمره كبير، فانت وين اللاعب الصغير؟ ما اخذ فرصه اللاعب الصغير، يعني شنو الحاصل؟ يمكن اليوم اللي نسمعه مو مشعل، خلينا نتكلم بواقعيه، ان انا بنتاهل مع يعني هذا الكلام اليوم تقوله، تبي تتاهل الى وين؟ المرحله الثانيه اللي التصفيات هذه اللي راح تقام مع قطر ومع الهند، بس هذا يختلف عن الكلام في البدايه، بالبدايه كان الكلام يقول ان نبي احنا نكون فريق ونكون فريق ومن هالامور، بس ما راح نوصل للمرحله هذه. نعم يعني قبل شوف لما كان المحترفين
لما كانوا محترفين اثنين، شوف شلون مستوى الدوري كان عندنا لما كان في محترفين اثنين قبل، شوف كان شنو مستوى الدوري عندنا، شوف كان مستوى المنتخب عندنا لما كان في محترفين اثنين. شو المانع ان انا اخلي اثنين او بالكثير اخلي ثلاثه؟ صحيح. واعطي مجال حق اللاعب المحلي. انا افكر باكر في المنتخب، عندي مسابقات، عندي بطولات اشارك فيها في المنتخب، ليش يصير مستواي انا كذي؟ ليش يصير عندي ضعف في اغلب المراكز في المنتخب؟ عندي ضعف في الدفاع، عندي ضعف في خط النص، عندي ضعف في خط الهجوم. حتى الفرق الثانيه ابو مشعل نتكلم صراحه ما نقدر نجاريها، ما نقدر نجاريها. في بعض الناس تتكلم خاصه في البطوله الاسيويه اللي صارت في قطر، في ناس تقول يا ريتنا ما تأهلنا عشان ما نبي نتبهدل قدام هذه الفرق. امام المستوى اللي شفناه المستوى هذا نشوف ما نملكه في منتخب، يعني شوف وين وصلنا ابو مشعل، ان في ناس تطلب هذا الشيء ان ما نتأهل علشان ما نتبهدل قدام هذه الفرق، مستوانا ما نقدر احنا نجاريهم. يعني بمعقولة هذه مشكلة؟ يعني ما في شك، يعني الواحد حقيقة أنا بالنسبة لي أنا أرفع عقالي إلى بدر المطوع. نعم. الهداف التاريخي الآن، ها الهداف التاريخي اللي في الدوري كم عمره بدر المطوع؟ تقريبا 38 سنة. 38 سنة ولا يزال هو النجم الوحيد، تأكيدا لما تفضلتوا فيه. الأندية ايش قاعدة تعمل؟ الاتحاد ايش قاعد، يعني ما قاعد يشعر الإخوان في الاتحاد. هذا ليس هجوما على الاتحاد، أنا ما لي شغل، أنا ما هاجم الاتحاد ولا غيره، لكن أنا أقول ما قاعد يشعر باللي نعانيه. أبو مشعل أنت قلت ما قاعد يشعر أنه بمعناه تعالوا خلينا نشوف الطريقة اللي نعيد، خلينا نعيد أنفسنا، خلينا نفكر في نفسنا شو الطريقة. أبو مشعل في شغلة جدا مهمة وحصلت هالأيام. ليش الجماهير الحين قاعد تطالب بدر المطوع في المنتخب؟ ليش؟ في 38 سنه عمره 38 او 39 الله يعطيه طول العمر يا رب. ليش الجماهير قاعد تطالب ضم بدر للمنتخب؟ لانه ما في لاعبين يواسون، خاصه حاليا يواسون مستوى بدر. زين وين شغل الانديه؟ وين شغل الانديه؟ وين اللي عمره 20؟ وين اللي عمره 21 و22؟ وين مراحل السنيه؟ ليش ما يبرزون؟ وينهم؟ وين المراحل السنيه؟ هذه المراحل السنيه 20 عمره 21 وينهم؟ ليش الحين الناس قاعد تشيد في بدر؟ لانه ما عندك لاعبين. مش انت تكلم صراحه، خلي يغيب بدر عن نادي القادسيه تحس في شيء ناقص، بس خلي يلعب او ينزل الشوط الثاني تشوف ان الفريق تغير. ربع ساعه اللي ينزلها او ثلث ساعه او نص ساعه يكون هناك متغيرات في لان دائما اسال. هذه فرصه، يعني احنا قدام فرصه ذهبيه على ما يقولون. اليوم الانديه خاصه اللي فقدت املها بالدوري تقريبا، هم الدوري بين اليوم الدوري خلينا نتكلم واقعيه بين القادسيه والكويت والعربي بس، اللي فقدت املها بالدوري تقريبا هم سبع فرق. نعم. من الدرجه الممتازه. انا عندي يعني وجهه نظر، انت ليش ما يعتمدون على اللاعب المحلي اكثر؟ اليوم فرصه عندهم، يعني مثلا السالميه، كاظمه، النصر، فاحيل، خلينا نقول يعني الشباب، يمكن الخيطان والجهره يبون يسعدون ما يبون يطيحون، لكن هذه الفرق اللي ضمنت مراكزها تقريبا ضمنت مراكزها في الدوري الدرجه الممتازه، خليه يعطون فرصه للاعب المحلي. وانا هنا متكلم من باب نادي كاظمه، انت خلاص ضامن مكانك في، لانك ما راح تطيح باذن الله. عط فرصه للاعب محلي، لاعب صغير، يعني العب مباراه 11 لاعب بدون محترفين، يمكن يطلع لك لاعب محترف يبرز. شوف بروفيسور افضل من المحترف. شوف بروفيسور، كم سنه صار لنا نلعب خمس محترفين؟ كم سنه صار لنا؟ تقريبا خمس سنوات. اوكي خمس سنوات، شنو استفدنا؟ هل تطور مستوى الدوري عندنا؟ لا ماكش. فشو المانع ان نخليهم اثنين او ثلاثه بالكثير؟ خلينا نجرب موسم على الاقل. زين خمس سنين خمس محترفين، هل الاتحاد قيم هذه الفترة وقال لنا شنو نسبة النجاح أو نسبة المفروض يكون في تقييم؟ كان مفروض مو خمس سنوات، سنتين. أيوة. وأقدر أقيم نفسي زين، شنو المردود؟ شنو المردود؟ هل في إيجابية؟ هل تطور مستوانا على مستوى الأندية كدوري أو على مستوى المنتخب؟ كم بطولة طلعنا منها من المنتخب؟ أصبح أن خمس لاعبين
ما فادتنا بشيء. خلنا اجرب في اثنين محترفين او ثلاثه بالكثير واشوف شنو مستوى الدوري اللي عنده، في حماس، في اقبال جماهير، تطور مستوانا على مستوى الانديه، تطور مستوانا على مستوى المنتخب، بدينا ننافس حتى لو دول الخليج على الاقل. انا قلت لك بعد الحين الحين فرصه ذهبيه حق الانديه اللي ما قاعد تنافس، تعطي فرصه للاعب المحلي وتشوف. يعني اليوم انا ما راح تهبط ولا شيء ولا غير ولا انا اتكلم عن كام ما يخالف احنا لان انا اتكلم عن الانديه كلها ولا ايش. كام اليوم يملك عنده 6 لاعبين تقريبا في المنتخب الاولمبي، وعنده تقريبا 6 لاعبين في المنتخب الاولمبي في 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 كل مراكز ولا في مراكز معينه؟ ما ادري عاد، بس بغض النظر 6 لاعبين، وعندك انت في الفريق الاول تقريبا يمكن خلينا نقول بعلم 5 محترفين عندك 6 لاعبين، هذا فريق كامل عندك، اعطهم الفرصه يلعبون، شو المشكله؟ انت يعني ما عندك مشكله ما راح تطيح، بس عط فرصه والعب 10 مباريات القادمه هذه او 8 مباريات القادمه باللاعب المحلي، اعتمد على اللاعب المحلي، لان يعني من خلال الفتره اللي طافت انت ما استفدت من اللاعب المحترف، 5 محترفين وانت في تلعب مع المربع اللي تحت، فبالتالي اللاعب المحترف ما حقق لك اي نتيجه، اعطي فرصه للاعب المحلي، اشوف نفسي واجرب لاعبين. مو شرط 11 لاعب، لعب 2 من المحترفين في المراكز اللي انت تحتاجهم، مثلا بالدفاع احتاج واحد او بالنص احتاج واحد، بس وباقي يلعب سواء اللي قاعد يلعبون بالاحتياط صح او من مراحل السن اصعد اصعد بعض المراكز اللي الفرصه للمراكز اللي احنا محتاجينها ونعاني منها معروفه طبعا دفاع. مركز الدفاع بصفه خاصه سوبر منطقه المناورات، لاعبين صانع الالعاب راس الحرب اللي احنا نبحث عنه صحيح. وكأن خاتم سليمان ها صحيح. ما احنا قادرين نلقى لنا سنوات، والله شيء يحز بالنفس وشيء يؤلم. فانا ما علي اليوم مشال الكرام شغل انديه لا. شغل انديه ابو مشي ما في شيء، لازم يشتغلون الانديه لازم، لكن من يحاسب هاي؟ من يحاسب جمعيه حكوميه الله بخير، لا 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 حياه المنتخب ما في شيء من يحاسب لا من رحم ربي، نسأل الله سبحانه وتعالى. لأن الاتحاد أبو مشعل يبي اللاعب جاهز، يجيني من النادي جاهز، ما أقدر أنا أعلمه صح هو درب يجيني، هذا شغل الأندية لازم يطلعون لاعبين. إحنا من وين أبو مشعل؟ إحنا من السكة، لازم في كشافين. إذا أنا ما عندي بالنادي مثلا مهاجم بالمراحل السنية خلينا نقول، وهذا استحالة إن إذا ما في يا أخي أدور برا، اشوف في المدارس، اشوف اللي يلعبون بالسكه بالفريج اللي يلعبون، لازم اطلع هذا اللي يبي يشتغل ابو مشعل. اذا ابي شيء جاهز لا ما راح، ما تبي تشتغل صح، تبي تجيب لك لاعبين صح، لازم تتابع وتدور. انا ماني مقتنع في الصراحه اللي يبوا لي لاعب محترف شريط تعال شوفه. وشنو نوعيه المحترفين مع احترامي؟ شريط تعال شوفه. اول شيء شنو الاسعار اللي قاعد ترفع لهم؟ وثاني شيء نوعيه المحترفين مع احترامي وتقديري زين، كثير من الانديه لاعبينها افضل من إيه من, من, من المحترفين لو اتيحت لهم الفرصه. وبكل اسف بس اسمع ان لاعبين محترفين واخذوا اماكن حقيقه. كم محترف تقريبا؟ كم واحد؟ 5 لا مجموع الانديه كلها تقريبا 150 يوصلون 150 تقريبا 150 تقريبا 5 ما ادري تقريبا يمكن 100 خلينا نقول 100 5 في 10 انديه 50 واحنا وقفنا الدوري علشان اثنين عندنا بطوله افريقيا عشان في علشان اثنين لاعبين اثنين والله مأساة. لا اي ثلاثه، واحد من كاظمة ثلاثه اثنين يعني مو 13 ايه ترى ولعبنا الكاس بدونهم ولعب بطوله كاس الامير بدون هذول المحترف. انا اللي بوصل له مو مش عارف سواء 50 او 40 محترف، كم واحد منهم زين؟ ترى ينعدون على اصابع، يمكن 4 أو 5 بالكثير اللي هم يعني فعلا اللي ياثرون على الفريق. يا اخي قلل، شو المشكله؟ جرب موسم، جرب اثنين او ثلاثه. محتاجين الى صرخه بعدين تقيم. محتاجين الى صرخه حقيقه للاخوه في الاتحاد الكويتي لكره القدم، يقرر ويصر لازم ولا يهاب صح من الجمعيه العموميه للانديه اذا كان هدفه هو
حط 1000 خط المحافظ على لازم الاتحاد باسم منتخب الكويت ها والكره الكويتيه، لان خلاص كفايه ما وصلنا للحقيقه من ماسي ها واساءه الى تاريخنا الكروي وما حققته انت وزملائكم للرياضه بشكل عام من خلال كره القدم. اسال الله سبحانه وتعالى لهم الهدايه في الاتحاد الكويتي لكره القدم يا رب العالمين. مخرجنا ابو علي عطى تقريرنا بالله، بارك الله فيك. يلقبه أنصاره بالسفير لتمثيله الكويت خارجيا في فترة من الفترات تمثيلا مشرفا، وله العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والخليجي، لكنه لم يحصل على أي بطولات على المستوى القاري. تخصص نادي كاظمة منذ نهاية السبعينيات حتى موسم 89-90 بتواجده شبه دائم في نهائي أغلى البطولات بفضل جيل شاب آنذاك عزف أجمل السيمفونيات. فبداية يوسف سويد ورفاق دربه كانت أمام المرعب وزملائه، وحينها خسر البرتغالي بهدفين مقابل هدف، وعاد نادي كاظمة للعرس الختامي بعدها بعام، ولكنه تجرع مرارة الهزيمة بقذيفة الكويتاوي عادل عباس. وفي عام 82 ابتسمت الجماهير الكاظماوية بعد طول انتظار حينما اكتسح السفير نظيره العميد الكويتاوي بنتيجة 6-1 لتكون مفتاح البطولات للفريق، بيد أن البرتغالي أضاع لقبه الغالي سنة 83 أمام عبدالله بلوشي وأحمد عسكر، ولكنه أعاد الكأس إلى خزينته ضد تضامن عام 84. وفي ليلة رمضانية جميلة من عام 85 كان السفير قاب قوسين أو أدنى من كأس الأمير، غير أن المهاجم القناص صلاح الحساوي حرم البرتغالي من الفرحة ووجه سكة الكأس نحو كيفان. وشهد نهائي أغلى البطولات عام 86 أكبر المفاجآت عندما فرض أبناء الفحيحيل علو كعبهم وحصدوا البطولة عن جدارة واستحقاق بثلاثية لن ينساها الفريق الكظماوي حتى يومنا هذا. وعاد البرتغالي إلى المشهد الختامي سنة 88، ولكنه أخفق في استعادة الكأس لينتظر عامين ويظفر بها بعد ركلات ترجيحية شهدت بسالة حامي عرينه خالد الشمري وسط حسرة عرباوية. أمام هذه الرحلة من خلال هذا التقرير تخصص نادي كاظمة بنهاية الكؤوس، ليش؟ بالدوري. أي والله ليش الكاس مو الدوري؟ أي والله ترى أبو مشعل وصلنا وايد نهائي الكاس، وايد وصلنا في الوقت اللي احنا نلعب فيه، أخذنا مرتين ضد نادي الكويت وضد نادي التضامن، بس وصلنا نهائيات وايد تقريبا يمكن 10 مرات كل سنه نلعب تقريبا إيه؟ فنوصل، والمشكله شنو؟ ان احنا نسجل اول وبالنهايه نخسر فيه. اول نهائي كاس امير وصلنا ضد نادي القادسيه اعتقد 79 اول نهائي وصلنا في كاس الامير، واحنا سجلنا الهدف الاول، بس القادسيه وقتها كان 11 لاعب من النجوم فازوا علينا كمستوى لاعبين وفازوا علينا بالخبر. اي عام هذا؟ 79 79 يعني جاسم بيصم فاروق رحمه الله عليه حمد كل هذا الاسماء فريق كامل تقريبا يمكن 11 لاعب بالمنتخب اضافه الى اللي قاعدين في 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 جمهور ابو جمال الله عليه ومجموعته وسامي وها صحيح الجمهور فازوا علينا 12 موجود اي فازوا علينا ابو مشعل كمستوى لاعبين داخل الملعب وانت قلت الاسامي كلها وفازوا علينا بخبره، احنا اول مره نوصل كنهائي ما عندنا خبره النهائي مثل نادي القادسيه، بس ادينا مباراه على حسب امكانياتنا وحسب مستوى اللاعبين بذاك الوقت ادينا مباراه جيده، بس مثل ما قلت لك القادسيه سيطر علينا بالاداء مستوى اللاعبين وبالخبره وبالجماهير اللي كانت مليان الملعب فيه. صح عليك ابو جمال رحمه الله عليك شيء؟ ابو جمال الله يذكره الله الله يرحمه
صرخ علي في مباراتين أذكرها مباراتين. مباراة كنا نلعب ضد القادسية في تصرف شافه هو من أحد اللاعبين كان يصرخ عليه بين الشوطين وإحنا بندش كان يصرخ عليه سوية سوية تعال أذكرها هذا في علاقة جدا تعال قال لي تعال أبو مشعل في علاقة جدا قوية بيني وبين أبو جمال الله يغفر له ويرحمه جدا قوية يعني يعتبرني مثل واحد من عياله فرحت له تحت المدرج يعني كان يقول لي في لاعب عندكم تصرف ما هو زين قال لي اسمه قال بدون ذكر الحين قال لي اسمه المهم قبل لا ننزل بالشوط الثاني مسكت اللاعب ووديته عند ابو جمال كفو الله قلت له يلا اعتذر قدام ابو جمال كان يقول لي ابو جمال والله انت ولدي ابو جمال شوف والله يقول لي والله انت ولدي شوف انا اثرت هذا الموضوع وانا لا اعلم حقيقه لا. عن حقيقه هذا الحدث بس عندما ذكرت الان ترى هذا درس يدرس نعم صح درس يدرس بالاخلاقيات درس يدرس بالعلاقه ما بين الجماهير أوه. حتى لو جماهير المضاده لك وهي جماهير نادي اخر منافس لكن الاحترام ايضا المتبادل لمكانه هذه الجماهير ايضا ومكانه اللاعب يوسف السويد عندما يناديه ابو جمال رحمه الله عليه ويشتكي على حدث الحصار أيه. ورد فعلك انت ايضا وتصرفك الطيب يعني هذه الامور يجب ان نؤكد عليها ودائما نذكرها لانها قيم هي رياضه مو فوز فقط صحيح اخلاق لا هناك قيم هناك اخلاقيات هناك امور كثيره تحدث في الملاعب يجب ان تسود ويجب ان تذكر ويجب ان تسجل للتاريخ ابو مشعل انا بسجل هذا الحدث يعني انا بذكر لك شغله نعم. ما اذكرها في الشغله الثانيه ايه؟ الشغله الثانيه ايام كاس العالم انا اسمع ابو جمال يصرخ على كارلوس يقول له هذا اللاعب يقعد احتياط صار صوت عالي اي فبعد المباراه يعني يعني ابو جمال وهناني على الاداء وقال لي مكانك محتياط ها يعني بعد ما شافك في الملعب زين مباراه ضد انجلترا ها المباراه الثالثه مع انجلترا بهذه المباراه بالذات كاس العالم هو كان موجود موجودين موجودين ايه زين ايه فيصرخ على مدرب الفريق ايه كارلوس يقول هل هذا اللاعب يكون احتياط حتى كلمني بعد المباراه وهذا هناني بس قال لي كلمه يعني قال لي يا ريت اشوفك لابس البنيلة الصفراء لأن أنت في هذه المباراة ما شاء الله تبارك الرحمن أديت أداء مو طبيعي كنت نجم في هذه المباراة الحمد لله توفيق من الله الفريق كله كان نجم ما في شك من الله سبحانه وتعالى لكن كنت كلكم في هذه المباراة أمام منتخب إنجلترا وتخسر أمام منتخب إنجلترا بهدف وفي نفس الوقت أنت كنت تهدد مرمى إنجلترا أعتقد هذا الشيء يسجل لتاريخ الكرة الكويتية الله يغفر له ويرحمه ويجزاه الله خير على ما ترى في شغلة في هذه المباراة إحنا في الملعب أنت إذا أنت في الملعب يمكن ما تحس فيها إي والله في واحد يعني صديق دز لي فيديو تقريبا مدته 3 دقائق 4 دقائق دز لي إياه في المباراة هذه بالذات إحنا بالملعب صدقني والله أبو مشعل ما حسينا فيها أنا أقول لك ما حسيت فيها بس لما شفت الفيديو قلنا أقول إحنا سوينا كذي تقريبا 25 نقلة نقلة نعم أذكر من الشمال لليمين لورا كذي والفريق المنتخب الإنجلترا بس يركض ورانا كذي كان ويقول لي شوف هذه اللي يسمونها شنو تيكي تاكا شوف متى المنتخب الكويت كان يلعبها 82 يعني هذا الشيء مو جديد علينا لا اللي قدمته في مباراة فلما أقول لك إحنا بالملعب صدقني ما حسينا فيها شوف شيء عادي بس شوف اللي برا الملعب شلون يشوف هذه النقلات
20 25 نقلة تنقل من الشمال لليمين للدفاع للنص وكذا، والكرة ما تنقطع. الحدث اللي تكلم عنه ابو عذبي، يمكن الحدثين نفسهم انا حاضرهم يعني الامانه، يعني سبحان الله الصدفه. الحدث الاول اللي هو فعلا اللاعب، وانا اعرف اللاعب طبعا بدون ذكر اسماء، شنو سوى طبعا بعد ما سجل هدف، طريقه الاحتفال كانت خطا. احنا طبعا داخل الغرفه، نعم، يمكن بعد ما ذكرها، احنا اصلا يعني على قولت مثل ما يقولون اشتغلنا على اللاعب داخل الغرفه قبل لا يطلع من برا. احنا اللي يعني اللاعبين اغلبهم لمتوا، نعم، التصرف هذا خطا مهما يكون. اوكي انت بتحتفل، تحتفل مع فريقك، ما تحتفل ضد الجمهور، الجمهور يجب ان يحترم. وفعلا في ذاك الوقت الجمهور كان يشجع فريقه، ما له شغل فينا، فكان الامر فعلا يعني تأنيب داخل الغرفه كان كبير، وطلع اللاعب مثل ما قال ابو عذبي وراح اعتذر. من الحدث الثاني انا كنت موجود على المدرج يوم كاس العالم 82، كنا احنا منتخب الشباب رايحين مع المنتخب الاول في اسبانيا، ففعلا الفريق في ذاك اليوم يعني امتعنا، امتع الجمهور كله، كان الفريق الكويتي متفوق بشكل كبير على المنتخب الانجليزي، يمكن هم الحسن الوحيده كان الهدف، الهدف لكن الاستحواذ كان بشكل مو طبيعي. التيكي تاكا اللي قاعد يقول عنها اليوم، انا قاعد يسمونها اليوم تيكي تاكا، كنا نلعبها في ذاك الوقت مع كامل الاحترام لجميع اللاعبين، لكن وجود ابو عذبي في المباراه بالذات هذه هو عطى الفريق يعني هذه، لان كان ابو عذبي يلعب يعني من اللاعب صاحب كنترول، ولاعب يلعب الكره تقريبا من لمستين، ففعلا ساعد اللاعبين اللي داخل الملعب. طبعا فيصل الدخيل كان موجود، العنبري اعتقد كان موجود، فتحي كميل موجود، فتحي كميل، جاسم كان متعور الله يذكره بالخير، ففعلا كان الاداء جدا راقي. طيب نروح الى كاظم. قاعد تتذكر 82 صح؟ ما شاء الله حدث وانا عايشه يعني. اي والله صحيح حدث عايشه يعني، هذا بكل اسف لم يتكرر يعني في 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 حياتنا. الواحد كان يأمل من الله سبحانه وتعالى، وكانت أمنية الشهيد فهد الأحمد رحمة الله عليه إن كانت هذه هي البداية وليست النهاية، ولكن الظروف حقيقة ما خدمت الله يغفر له الشهيد فهد الأحمد وزملاء العاملين بالاتحاد الكويتي لكرة القدم. وبكل أسف إن حتى الآن إحنا يمكن ما أعتقد نتصور في يوم من الأيام إلا إذا أراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن نعود ونكرر هذه العمل المتميز اللي قدمناه في نهاية كأس العالم. الله أسأل من الله سبحانه وتعالى يا رب أن يمن علينا حقيقة، يمن علينا حقيقة في جهد غير طبيعي أكيد من العاملين في الأندية أو في الجميع، صحيح، أو في الاتحاد الكويتي لكرة القدم. ما شاء الله ما شاء الله. ومشعل أنا ودي أطلعك من هذا الجو شوي، طلع وأبي أخذ مكانك اللي هو ثواني، أبي أسألك سؤال، أبيك تسولف لي عن مباراة كاظمة والعربي 5-0. أنا ما لحقت عليها أكون، بس اللي سمعت اللي فاز فيها كاظمة 5. انا ما كنت من ما كنت من ضمن الفريق هذه، ولا وبوقتها ابو مشعل بعدي ما دشيت النادي، بس بعدين سمعت ان كاظمة فاز على العربي 5. بس يا ريت هذه في شهر رمضان المبارك، برمضان بعدي وفي رمضان، وكنا نلعب ايضا اثناء صيام مو بالليل. وهذه حدثت في استاد نادي كاظمة، يمكن قبل لا يطلق عليه استاد الصداقة والسلام، وأنا كنت حاضر مع الله يغفر له أخ لي زميل محمد نايف المزعل، وحدثت النكسة. النكسة. الله يطول في عمره وله الصحة والعافية. النجم الكبير حسن شحاتة تلاعب في فريق النادي العربي كيفما شاء، هذا المحترف كيف ما شاء، المحترفين النبي. وقتها ابو مشعل العربي كان كامل لعبي. عربي بكامل معداته. عربي كان بكامل معداته، فصفر الحكم، انتهت هذه المباراة، وأنا قاعد طبعا في وقت مصدق باجي 10 دقائق على الأذان،
فمر علي رجل كريم من خيرة رجالات الكويت، أنا أقول من خيرة رجالات الكويت، عمل في الجانب الدبلوماسي وعمل أيضا في الجانب الرياضي سواء على مستوى نادي القادسية أو في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اللي هو العم سعود العصيمي. أيه. كان وزير دولة الشؤون الخارجية، كان سفير لنا في المملكة العربية السعودية في الرياض، وعمل في نادي القادسية وعمل في الاتحاد الكويتي لكرة القدم. فمفضل الله سبحانه وتعالى أن تربطني في كل حقيقة المجتمع الكويتي بشكل عام وليس الجانب الرياضي، علاقة وحب واحترام فيما بيننا بفضل الله. فأنا قاعد صف الحكم، فمر علي الله يطول في عمره قال لي محمد قاعد ايش تنطر ما تروح بيتكم؟ قلت له يا عم عبد العزيز انا ابو محمد وين اروح؟ لو بروح لو بشرب الشوربه فيه مره بعد الخمسه اهداف. هذه من المباريات التي حقيقه عالقه في ذهني خاصه فيما يخص النادي العربي، وان كانت هناك مباريات عديده عالقه في الذهن خاصه مع منتخب الكويت، لكن كان مستوى متميز حقيقه. فريق نادي كاظم في هذه المباراه قدم شيء مو طبيعي. حسن شحاته ارتقى ايضا بمستوى فريق نادي كاظم، استوى بمستوى اللاعبين حقيقه في كل المراكز اللي موجوده، الدفاع، النص، طبعا هو لاعب نص لكن هو النص متقدم، نص مهاجم، هو حقيقه يعني نجم اضاف الى الفريق. ولذلك هو كان اضافه الى فريق نادي كاظمه ودفع في نادي كاظمه الى الامام حقيقه. في حتى طه بصري سمعت بالعربي، طه بصري كذلك هو ايه؟ من اول من شو اسمه هو طه بصري. طه بصري من نجوم طبعا الكره المصريه ونادي الزمالك خاصه، يتميز بخلق غير المهاره والنجوميه في كره القدم، ترك سمعه طيبه في الكويت. صحيح. يعني معناه انت تضربه، انت مش عارف، انت تخطئ بحقه، لا يمكن انه يبادلك الضرب او الكلام او كذا. طه بصري مذكور بالخير، حسن شحاته توفى الله يغفر له، الله يرحمه. طه بصري، عمر النور كان في نادي الكويت، سمير محمد علي حارس مرمى ايضا في العربي، جتنا اسماء كثيره في نادي الكويت في نادي القادسيه حقيقه. بعد النكسة بعد 67 حرب 67 أتوا نجوم وأضافوا إلى الرياضة الكويتية بشكل عام. هذا اللاعب المحترف، هذه النقطة، هذه نطلق عليهم محترفين، وإن كانوا غير محترفين ترى يعني استخدموهم ووظفوهم في وظائف في وزارة الدولة. صح. يعني ماكو حقل وتعالوا ومئات الآلاف ومش عارف وغيره. وبكل أسف أسأل من الله سبحانه وتعالى يا رب أن يهدينا إلى طريق الصواب خاصة في الاختيار. نعود إلى نادي كاظمة، هذه سافة نادي كاظمة وفوزهم على العربي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، فوز كبير 6-1 على الكويت، تذكرونه؟ أي أكيد سولف فيه؟ أكيد. شوف هذه المباراة من مثل ما قلت لك مساء أبو مشعل وصلنا نهائيات كثيرة ونخسرها، هذه أول نهائي نفوز فيه. هذا أول نهائي. أول نهائي نفوز فيه. عام. أعتقد 82. 82. 82. ضد نادي الكويت وفزنا فيها 6-1 مع أن فريق الكويت هو مسجل علينا أول هدف. وانتهى الشوط الأول. لا انتهى الشوط الأول 2-1 لنا أعتقد. لما سجل عليكم أول هدف. توقعتوا ان تبي بصراحه؟ اي لا خفتوا ولا لا؟ لا اكيد اكيد خفنا. انا اتكلم عن شعوري انا داخل الملعب، قلت خلاص راح منا الكاس، مو محظوظين احنا في النهائيات لما سجل علينا اول هدف. علم ان فريقكم كان فريقنا من افضل مستوى كان في جميع الخطوط. انا بيني وبين نفسي في الملعب قلت خلاص راح منا الكاس، مو محظوظين في النهائيات. لكن اللي شجعنا في داخل الملعب تماسك اللاعبين داخل الملعب وثقة الجهاز الإداري والفني اللي برا. من كان الجهاز الإداري؟ كان مدرب برازيلي اسمه أمريكو. أمريكو نعم. ايه؟ اسم
كان اسم كبير، وكان مساعد بعدين بعدها كان مساعد مدرب منتخب البرازيل في كأس العالم. صحيح، كان مساعد هو هذا الجهاز الفني، كان الجهاز الفني، الجهاز الإداري، الجهاز الإداري أعتقد كان يوسف اليتامى رحمة الله عليه، سعود عبد العزيز، الله وسعود عبد العزيز كان كان موجود. يعني ثقة الجهاز الفني والإداري اللي برا الملعب غيرت مجرى الفريق مثل ما أقول لك 180 درجة. لا قوة بدنية داخل الملعب، تفكير أنه لازم نعوض هذا الهدف اللي سجل علينا، وتفكير أكبر أنه لازم نأخذ بطولة، لأن مثل ما قلت لك وصلنا نهائيات كثيرة وما ينقصكم ونخسر وما ينقصكم شيء، ما في تملكون كل مقومات انكم تفوزون، فريق كامل اقول من الدفاع نص هجوم فريق كامل. سجلنا الهدف الاول طريق تعادل صالح المسند تعادل، وبعدين على طول سجلنا الهدف الثاني. من سجل الهدف الثاني؟ الهدف الثاني ابراهيم علي سجل الهدف الثاني. طلعنا الشوط الاول فايزين 2-1. حلو، فقدامك الحين 45 دقيقه مالك عذر أنت فايز. لما رحتوا إلى غرفة الاستراحة بين الشوطين وأنتم متقدمين بهدفين، شوف لما رحنا غرفة الاستراحة بين الشوطين الكلام اللي انقال والحماس اللي انقال يختلف عن بداية المباراة لما أول ما نزلنا. شنو الكلام؟ الكلام إن إحنا فايزين 2-1 وقدامنا 45 دقيقة. حلو، والكاس فوق 45 دقيقة وانت فايز، شلون تحافظ على هذه النتيجة او تزيدها؟ ان المهم انه ما تطلع خسران في هذه المباراة، ومثل ما قلت لك مشعل ان الكاس فوق قدامك 45 دقيقة. فلما نزلنا الشوط الثاني، عفوا قبل تنزل الشوط الثاني، التعليمات الفنية بالنسبة للجهاز الفني طلع شيء على التعديل على الطريقة؟ ما كان في شيء غريب او شيء جديد، استمروا على نفس النهج. أنتوا الأفضل، أنتوا الأفضل بإمكانكم لا تراجعون، ما نتراجع، أنتوا الأفضل بإمكانكم تفوزون على المباراة وأنتم مسيطرين على المباراة، يعني المباراة بيدكم. أنا حارس المرمى أبو فيصل؟ لا كان آدم، كان آدم مرجان. آدم مرجان إيه. فريق تغير من بعد الهدف الأول اللي سجلوه الكويت، تغير مستوانا داخل الملعب من بعد ما سجلوا الهدف أول الكويت، هني تغير انتفاضة. أقول لك شيء، يعني اللي قاعد برا ما توقع أن هذا فريق كاظمة، هذا الكلام إحنا سمعناه. يمكن تحسفوا أنهم سجلوا. أقول لك هذا الكلام إحنا سمعناه. نعم. من الجماهير يعني، وهذا نسمه يقول شفناكم فريق ثاني من بعد ما سجلوا هدف الكويت. فلما نزلنا الشوط الثاني سيطرنا على الملعب في جميع الخطوط، في نص الملعب، بالدفاع، بالهجوم، انتشار داخل الملعب شيء مو طبيعي. ومشعل لما سجلت الهدف الثالث انت اللي سجلته، اي بس بدايه الشوط الثاني هني ارتفعت معنوياتنا اكثر، ان قادرين نسجل اكثر، قادرين نسجل اكثر، سيطره، قل مستوى فريق نادي الكويت، انطرد منهم لاعب، اصيبوا بصدمه بمعنى ما توقعوا فريق كاظمة بهذا المستوى، لأن جميع الخطوط كانت جيدة، ما في أخطاء داخل الملعب وهذا شيء مهم، هذا الأهم، ما في أخطاء حتى في الدفاع، كان الدفاع متماسك، كان الدفاع تركيزه كان جدا عالي، رقابة كانت موجودة لدرجة أن حمود فيطح باك يوصل لمرمى نادي الكويت، فيبين لك أن شلون الفريق سيطر على الملعب كله. وبدأت تسجيل الأهداف، ناصر سجل الرابع، بعدين قاسم سجل الخامس، فوزي سجل السادس من نص ملعب نادي الكويت، لعبها لوب من فوق الطرابلسي فسجلنا، فسيطرنا على الملعب كله خاصة في الشوط الثاني. هني مثل ما تقول العقدة راحت، عقدة النهائيات، وبأربعة وثمانين فزنا في الكاس مرة ثانية، يعني لما كنت أنا موجود مرتين فزنا في كأس الأمير. 84 خالد موجود؟ نعم خالد كان موجود. حارس مرمى؟ إيه.
تتحدث عن هذا الحدث؟ لا مو حارس مرمى، كان حكم. لا انا اقصد الاساسي حارس المرمى الاساسي. عموما يعني هذه يعني شغلات وعذبي حلاوتها دائما زين الامور هذه. وفي شغله ثانيه قبل لا ابدي بالكلام، سالني قبل ما دخلنا قال هذا صجي ولا نايلون؟ انا بياكل ترى صدق بعد والله يا شباب. البطوله هذه لها ذكرى خاصه جدا عندي. انا كنت ما كنت مع الفريق الاول في وقتها، يعني المباراه النهائيه كنت تقريبا يمكن ثاني مباراه اول ثالث مباراه لي العبها على مستوى الفريق الاول، وكان المدرب وقتها فرماني. لا مو فرماني، اعتقد اميركو نفسه جنني. اي اميركو نفسه البرازيلي. قال لي قبل المباراه بيوم او يومين قال لي تلعب مباراه النهائي. انا ما كنت اساسي. قال لي تلعب عندنا مباراه نهائيه. ما كنت اساسي. انا كنت العب 19. فقال لي تلعب مباراه النهائي. قلت يلعب. قال مو خايف؟ قلت لا انا خايف بس بلعب. قال لي خلاص راح تلعب المباراه هذه. لعبت المباراه هذه وفزنا 2-0 على تمام. اللي في ذاك الوقت فريق تمام كان يملك نجوم فتحي كميل، خالد وسعد شبيب، ومبارك مرزوق، نعيم سعد، طارق سالم الله شافيه، عدنان احمد، كانوا فريق نجوم تقريبا 6 أو 7 بالمنتخب. فلعبت المباراه هذه وفزنا فيها 2-0، وكانت هذه بالنسبه لي انا اول بطوله حققها على مستوى النادي. حدث يمكن نفس الحدث هذا مشابه مباراتنا مع العربي اذا يذكرها ابو عذبي، اللي خسرنا فيها النهائي اللي قبلها بسنه. فخذوني معاهم، كنت احتياط ادم الله يذكره بالخير. بعد انتهاء المباراة خسرنا من العربي 2-1، مع ان كنا احنا مسجلين بالبداية، ها ناصر سجل وسجلهم. اميركو نفسه المدرب قال لي بعد المباراة، قال لي انا كنت ابي العبك النهائي بس خفت عليك. قلت ليش ما لعبتني؟ كان ودي العب. الفرق في ذاك الوقت انه نبي نلعب، ما عندنا مشكلة. صح تلعب ضد العربي فريق قوي وفي نجوم، لكن انت اليوم هذه مهمتك، تبي تلعب. فعمو مشعل الأمانة يعني هذه المباريات اليوم لما نتكلم عن نادي كاظمة في السابق، نادي كاظمة كان يملك نجوم على مرة يعني خلينا نقول على كل الأوقات، كان السبعينات ولا كان الثمانينات ولا التسعينات. جيلي كمل جيلي. قدم هذه اللي قلتها الحين قاعد نعاني ونشوف، يعني احنا قدمنا نجوم يعني على مر التاريخ. قدم يعني مثل ما تفضلت في جميع المراحل اللي مرينا، السنوات هذه كلها اللي حدث، منتخب الكويت لا يخلو من لاعبين نادي كاظمة. وفي فترة كنا 6 أو 7 أيام ما شاء الله. كلامك على متم أكثر، يعني أنا أتوقع يمكن يصحون الجماعة، أنا أكثر نادي كان يضم لاعبين في المنتخب على مر يعني الثمانينات التسعينات نهاية التسعينات نادي كاظمة. 6 7 8 وصلنا مرة 9 لاعبين عموم الملعب يلعبون داخل الملعب محتياط. هو في فترات ترى مرة العربي في 8، مرة القادسية كذلك، مرة الكويت كذلك، بعدين انتقلت إلى نادي كاظمة فعلا. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يعود نادي كاظمة ليس فقط في عالم كرة القدم ولكن في الرياضة بشكل عام، لأنه هو رافد مهم للرياضة الكويتية، ولكن تبقى كرة القدم ونجوم النجوم اللي قدموها أمثالكم حقيقة. والله يسلمك. حقيقة أنا شاكر جدا لحضوركم، بارك الله فيكم. الله يسلمك. وكرر لكم تهنية بحلو شهر رمضان مبارك. الله يطول عمرك. نعم من الله سبحانه وتعالى يتقبل منا قيامكم وقيامنا وصيامنا وصيامكم يا رب العالمين. شاكر جدا لحضوركم. احنا شاكرين. كل عام وانتم بخير وما قصرتوا. أنا ودي أقول كلمة بس. مشكور يا أبو مشعل، مشكور. أبو عمو مشعل أنت لك يعني طريقة خاصة في إدارة الحوار الأمانة ما يملكها، مع كامل الاحترام حق الباجي، أنك تعطي يعني مثلا احنا يكون في تحضير حق اللقاء، لكن تعطي مجال للمتلقي أو أن الضيوف أنهم يتكلمون براحتهم، ويمكن يطلعون من نفس الموضوع اللي كان مخطط له وياخذون أريحيتهم في الكلام. أنتوا جزاكم الله خير، أنتوا أصحاب، هذه ميزة عندنا، وأنتوا أصحاب الحوار، وأنتوا حقيقة أنتوا الأساس حقيقة في كل يسلم. حديث أنا أشارك فيه. والله أنا بشوف التحضير محضر والله أبو مشعل. نعم. ما قلت منه شيء. نعم. ترى هذه ميزة عندنا. تفضلتوا في حقيقة
فبقعد بروحي بعدين بقولها. أمام شارك رب سيفكم والشكر والتقدير الحقيقة لأخواني حقيقة الكابتن يوسف سوي الكابتن خالد الشمر بارك الله فيكم، والشكر موصول لكم مشاهد الكرام ولمتابعتكم برنامجنا برنامج أحلى ليالي، وكل ليلة إن شاء الله من شهر رمضان المبارك هو ليلة من أحلى الليالي. مع السلامة.